السيسي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي. الرئيس السيسي: مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة. الرئيس السيسي: مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة. الرئيس السيسي: مصر تخطو خطوات سريعة ومتلاحقة للإصلاح الاقتصادي. الرئيس السيسي: نؤكد قدرة وإرادة مصر لتنفيذ خطة التنمية الشاملة وتجاوز التحديات الاقتصادية. الرئيس السيسي: نأمل في زيادة الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرية. الرئيس السيسي: نأمل أن يكون مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة جديدة لتطوير العلاقات بين الجانبين. الرئيس السيسي: وقعنا على اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. الرئيس السيسي: الأزمات الدولية والإقليمية تلقي بأعباء اقتصادية على جميع دول العالم. رئيسة المفوضية الأوروبية: نستهدف زيادة مستوى الشراكة الاستراتيجية الاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي. رئيسة المفوضية الأوروبية: رخاء مصر واستقرارها مهم جدا للمنطقة كلها. رئيسة المفوضية الأوروبية: 1.8 مليار يورو ستوجه للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية في مصر.